للحديث عن تدهور قطاع الكهرباء في العراق وترجح الحكومة الحالية بين إعادة غاز إيران والربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان المهندس الاستشاري في قطاع الكهرباء سحبان فيصل محجوب. أستاذ سحبان مرحبا بكم. يعني 82 مليار دولار حديث عن خطط لتطوير قطاع الكهرباء خلال 18 عاما لكن من دون جدوى، ما سبب في ذلك أستاذ سحبان؟ شكرا جزيلا. المرحبا بك. شكرا إلى قناة الرافدية. شكرا جزيلا. وإلى كافة من يتابع هذا الموضوع. كنا قد نبهنا منذ فترة ليست قصيرة بأن ما يحدث أو وقعت به المنظومة الكهربائية العراقية من كثير من المشاكل والتعثرات التي سببت إلى هذا الوضع السيء من قدرتها على تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين وكذلك المرافق الحيوية. صرفت أكثر من 100 مليون مليار دولار منذ سنة 2003 سنة الاحتلال الغزير، ولكنها كما يعلم الجميع لم تثمر عن أي تطور أو معالجات حسنة لموضوع إصلاح وترميم المنظومة الكهربائية العراقية المتضررة أصلا جراء عدوان 1990 وإجراءات الحصار الجائر على العراق لحد 2003. الحالة يمكن تشخيصها أو وصفها باتجاهين: الاتجاه الأول للأسف اعتمد المعنيون على شؤون الطاقة الكهربائية بالعراق على رصف احتكاري واحد، وهو الاعتماد على الكهرباء، جزء من تزويد الكهرباء من إيران، وكذلك الوقود المطلوب الغاز من تشغيل محطات المنظومة الكهربائية. والكل يعلم ما سبب إليه إيران الجارة بالعراق من سياسة إفقار الجار ومن السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الموجودين في الجارة. إذن تخضع العملية إلى عملية ابتزاز مستمرة واستغلال أوقات الذروة التي يحتاج بها المواطن إلى كهرباء مستقرة ودائمة ومستمرة، خاصة في فصل الصيف والشتاء، تخضع هذه إلى إجراءات من الابتزاز ووضع المنظومة الكهربائية العراقية في زاوية حرجة لتحقيق مصالح احتكارية بحتة ونبنية على أساس الابتزاز المادي والسياسي أيضا. أستاذ سحبان، إذا ما تحدثنا عن الأفضلية، هل الأفضل للعراق أن يتعاقد بمنظومة الربط الكهربائي بأكثر من دولة؟ مثلا إذا كان هو بربط كهربائي مع إيران، هل بالإمكان هل من الأفضلية للعراق أن يتعاقد أيضا مع المملكة العربية السعودية؟ للأسف موضوع الربط الكهربائي مع الدول الإقليمية أو الربط الدولي خلينا نسميه لم يفهم بشكل واضح وكما هو المطلوب منه. الربط الكهربائي يعني تبادل الطاقة الكهربائية أوقات اختلاف مستويات الأحمال بين الدول المتجاورة، وليس الاستيراد فقط. الاستيراد فقط يعني هناك منظومة غير متكاملة مشوهة تحتاج إلى رفض بطاقات مستوردة، طاقة كهربائية مستوردة لتسد جزء من النقص الحاصل في إمكانية إنتاج الطاقة الكهربائية. إذن الاعتماد على استيراد الطاقة الكهربائية من خلال الربط الكهربائي هذه فلسفة عقيمة وخارجة عن مفاهيم
نعم. الروبوت الذي يعني تبادل الطاقة وليس الاستيراد فقط. نذهب إلى ناحية أخرى. نعم. الكثير يسمع عن الربط الخليجي. نعم. والربط مع المملكة الأردنية والربط التركي وإلى آخره من مشاريع الربط. لنسأل الذي يصدر هكذا إعلانات أو يذهب إلى وسائل الإعلام ويصرح بهكذا أمور، كم هي الحاجة الفعلية وكم هو النقص الذي تم قياسه لكي تكون المنظومة الكهربائية قادرة على الإيفاء بكل متطلبات الفند؟ نعم. الربط مع السعودية حسب ما هو مطلوع والذي هو قيد الإنجاز سوف يكون بنسبة قليلة بحدود على ما أعتقد 500 ميجاوات، وهذا لا يسد شيئا من الحاجة العراقية الكلية، لا يسد نقصا كبيرا من الحاجة الفعلية. نعم. وكذلك ربط مع إيران بحدود معدل 500 ميجاوات، أيضا هذا لا يسد كامل العجز. إذا نحتاج إلى منظومة وطنية متكاملة تستطيع أن تقوم بإنتاج ما يسد حاجة متطلبات المواطن اليومية والمرافق الحياتية في المجتمع، وليس بالاعتماد على أي نوع من الربط بين القوسين الذي يسخر الاستيراد فقط وليس التبادل. شكرا. أستاذ سحبان، هل أنتم مع قدوم شركات معروفة تعيد الطاقة الكهربائية للعراق؟ وأريد سؤالكم أيضا في نفس السياق، الآن العراق كم يحتاج كي تنتعش الطاقة الكهربائية؟ سؤال جيد. نعم. الكهرباء في العراق إذا نرجع على دخول العراق من 1917 حتى الآن، الكثير من الشركات العالمية المعروفة، نعم، والتي لها سجل تنفيذ جيد في دوائر قطاع الكهرباء العراقية، من الممكن دعوة المساهمة في إعادة بناء المنظومة الكهربائية. نعم. وليس الاعتماد على شركة من منشأ محدد. نعم. ولهذا وقعت في المنظومة العراقية عندما اعتمدت على أحد الشركات الأمريكية وقامت بتوريد مولدات ووحدات توريدية، ولكن بدون بنية تحتية وأعمال مكملة لإكمال إنشاء هذه المولدات. نعم. إذن الاعتماد على شركات متعددة معروفة رسمية، نعم، هو الحل لإنتشار قطاع الكهرباء. طيب. وبنفس الوقت يؤكد على مشاركة الملاك الوطني العراقي الذي يمتلك خبرة واسعة وتفاني بالعمل، وقد أثبتت قدرات هذا الملاك الوطني، نعم، في كثير من التحديات. أما الموضوع الثاني كم يحتاج؟ نعم. نعم. أنا تكلمت في لقاء سابق لم أحدد رقم يمكن اعتماده، وفيه كل الأرقام، نعم، اللي مطروحة فيها توقعات. تسألني لماذا؟ لأنه لا يوجد كهرباء مستقرة ومستمرة، لا توجد كهرباء 24 ساعة، نعم، 30 يوم الشهر، نعم، 62 يوم السنة. لا يوجد هكذا تجهيز للطاقة الكهربائية، نعم، المستقرة والتي على أساسها يتم رسم منحنيات ومنحنيات الأحمال ومنحنيات الطلب، نعم، مستقرة على مستوى الساعات والأيام ولا شهر. من عمان المهندس الاستشاري في قطاع الكهرباء سحبان فيصل محجوب، شكرا جزيلا لكم.